سنة جديدة وأمل جديد. اخترنا في أول يوم في أيام سنة 2024 إننا نحتفل مع حضراتكم على أنغام الموسيقى. معانا بطلة من بطلات التحدي، صاحبة موهبة جميلة في العزف على الكمان والغناء، قدرت بيهم إنها تحصل على عدد من الجوائز، آخرها كان جائزة الصوت الذهبي. خلينا نرحب بالمطربة الصغننة وعازفة الكمان إيريني أشرف، والدها الأستاذ أشرف لمعي. صباح الفل عليكم، أهلا وسهلا. إزيك يا إيريني؟ الحمد لله تمام. ازيك يا استاذ اشرف؟ كل سنه وانتم طيبين. سنه سعيده عليكم يا رب. يا رب كل سنه طيبين. كل سنه حضرتك طيب. إيريني يلا نتكلم مع بعض كده واحكي لنا بقى الحكايه من اول ما كنتي اصغر من كده، رحلتك مع العزف ابتديتي امتى؟ مين اكتشف موهبتك؟ الفكره جت منين انك تبتدي تعملي مزيكا وتلعبي مزيكا؟ احكي لنا بقى كل الحكايه. انا اول حاجه بدات في الغنى وانا عندي 4 سنين، كنت في الحضانه، هم اكتشفوا موهبتي وساعتها غنيت اغنيه في حفله، من ساعتها بقى ابتديت اغني وبابا وماما اكتشفوا موهبتي. انت عندك كم سنه اصلا دلوقتي عشان تقولي وانا عندي 4 سنين؟ انا دلوقتي عندي 13 سنه ما شاء الله. إيريني واستاذ اشرف هما داخلين الاستوديو منا ومشاهدينا، داخلين معاهم جوائز ما شاء الله، اخر جائزه الصوت الذهبي وشهادات تقدير من اكتر من مكان في مصر، مؤسسات مختلفه. فبطله بجد، انا بحيي حضرتك استاذ اشرف وبقول لك كل سنه طيب، وبحييك انك انت اكتشفت الموهبه دي في إيريني وحاولت تنمي الموهبه دي يوم ورا يوم. وحضرتك طيب، إيريني وهي عندها 4 سنين وغنت في الحضانه، كان صوتها حسيت فيه حاجه، يعني اخواتها بيغنوا كويس لكن صوتها فيه حاجه. ففضلت متابع معاها و اللي خلاك تقول ان صوتها فيه حاجه؟ يعني اول مره بسالني 4 سنين ما اعرفش في صوت قوي، بس كان بيرن في المايك بطريقه غريبه قوي. يعني في المايك بيحلو، يعني اغلبيه الناس بتغني ممكن كويس يجي على المايك الصوت يقل شويه، لا مع إيريني في المايك بيزيد. فلاحظت الموضوع ده فبديت امشي معاها في الغنى، وفي معهد الموسيقى كمان دخلت وبتدرس في المعهد غربي زي نفس منهج الكونسرفتوار، لكن هي بتاخد سماعي بتقول ام كلثوم دلوقتي شرقي، قلت انا بحب ام كلثوم الشرقي ما بفهمش الغرب ده يا بابا، فبقيت تغني حاجات لام كلثوم تعزف وتعزف السلام الوطني وما شاء الله. يعني تحبي تبتدي بايه؟ احنا مش هنختار، انت اختاري عايزه تبتدي بايه، نسمع حاجه حلوه منك. انا هبتدي بالسلام الوطني. يلا بينا. احلى احلى بدايه مع السلام الوطني، برافو عليكي إيريني. إيريني احنا خدتي جوائز كتيره جدا، اخر جايزه كانت الصوت الذهبي، كانت مسابقه ومشاركه ليكي مختلفه جدا في مسابقه الصوت الذهبي، كلميني عن المشاركه دي. انا رحت عزفت اغنيه الف ليله وليله وقطعه بولكا بولكاس، دي غربي لكن الف ليله وليله دي شرقي. انا رحت عزفتهم وبعد كده بقى قالوا لنا تعالوا ان انا كسبت يعني وخدت مركز تاني في مسابقه الموهبه الذهبيه عزف. كده انت معديه على الموضوع على طول كده. المواهب الذهبيه تبع الاوبرا برضو. الأوبرا. دي كل سنه بتعمل من 6 سنين. هي السنه دي دخلت عزف خدت فيه المركز التاني بالكمان بتاعها، كان حوالي 2000 مشترك تقريبا. عظيم. على مستوى الجمهوريه. بس هي سبق السنه اللي فاتت دخلت الموسيقى العربيه مسابقه رتيبه الحفني. وخدت مركز كبير في المركز الثالث في الغناء. جميل. فهي يعني في تقدم يعني ما شاء الله. يعني هي كانت زعلانه ما راحتش كانت زعلانه ما راحتش كادرون باختلاف مع استاذ هشام جمال. هو ربنا عوضها بال السنه الجايه ومسابقه واثنين ان شاء الله.
هي ولو سمعنا بقى يبقى يبعت لها بقى لو يعني برنامج حضرتك كبير قوي هو لو سمعنا استاذ هشام هي اللي نفسها تقدم قدام الرئيس حاجه يعني. اكيد. طيب بتتعاملوا عادي يعني واخدت المركز الثاني ما حكيناش بقى كل التفاصيل اتدربت على ايه كانت متفقه على ايه كم اغنيه اختارت منها ايريني اخترتي من كم اغنيه علشان تستقري على الاثنين اللي عزفتيهم هل كان في تصفيه في الادوار كل الحاجات تحكي لنا بقى. لا هو انا كنت محتاره انا وبابا بنختار بولكا فولكس او ولا كونشيرتو ريدنج بس احنا قلنا بولكا فولكس عشان الوقت لان هي اصلا قطعه اطفال صغيره فانا قلت اعزفها عشان الوقت لكن كونشيرتو ريدنج ده كبير كبير شويه فما رضيتش اعزفه يعني عشان الوقت وكده. اوكي يعني احنا سمعنا عزفك جميل جدا وعايزين نسمع صوتك لان بابا لسه من شويه بيقول انه وانت كان عندك 4 سنين كان صوتك بيحل المايك انت قلت كلمه حلوه قوي يعني صوتها كده بيحل المايك وهي بتغني فعايزين نسمع بقى حاجه. تمام نبتدي بايه؟ أول أغنية ده أنت بلد طيبة. جميلة. كينج محمد منير. ده أنت بلد طيبة وقريبة وحبيبة أنت أمل وحياة وقت الخطر أمي بتحملي همي حضنك دفا وامان ده انتي بلاد طيبه وقريبه وحبيبه انتي امل وحياه وقت الخطر امي بتحملي همي حضنك دفا وامان ليكي انا غنيت يا دنيتي وناسي واذا كنت مره جنيت حقك على راسي ليكي انا غنيت يا دنيتي وناسي واذا كنت مره جنيت حقك على راسي حقك على راسي لا نسيت ولا بنسى قلبي اتلمس لمسة قلبي اللي ده بحلم يا بلادي ضميني حنك بيحميني من الغربة والأيام لا نسيت ولا بنسى قلبك لمس لمسة قلبي اللي ده بأحلام يا بلادي ضميني حنك بيحميني من الغربة والأيام ليكي أنا غنيت يا دنيتي وناسي وإذا كنت مرة جنيت حقك على راسي ليكي انا غنيت يا دنيتي وناسي واذا كنت مره جنيت حقك على راسي حقك على راسي. الله برافو الله برافو. انا عارفه ان انت بقى كمان يعني العزف ما جاش بالسهل اخدتي دراسه ودراسه مكثفه وكنا بنتكلم في الموضوع ده انت بتقولي انك بتحبي الشرقي اكتر مش كده؟ ايوه. طيب اكتر حاجه في الشرقي بتحبي تعزفيها ايه بتدندني بيها مع نفسك كمان في البيت مش وانت بس في المعهد؟ اغنيه الف ليله وليله. يا سلام. اللي هنسمعها بقى منك ولا ايه؟ دي حاجه اخر عظمه. ميرسي.
المايك بتاعنا مضايقك وانت عماله مش عارفه تتحركي منه، معلش اعذرينا لو انت مش قاعده مستريحه. لا عادي عادي، بس احنا في الاصل انا اصلا في الاصل بعزف وانا واقفه. اللي هو ايه، ما انت متضايقه مننا اكتر واكتر عشان قاعده وكمان عشان المايك. لا لا مش متضايقه، معلش يا ايرين. طب نروح لاستاذ اشرف. استاذ اشرف طبعا له دور مهم جدا، البيت له دور مهم جدا، حضرتك طبعا والوالده واكيد اخواتها في انكم تشجعوها دايما وانها تنمي الموهبه دي، وحضرتك قلت لنا في بدايه الحوار ان الموضوع بدا من 4 سنين، فما شاء الله متبني هذه الموهبه. كلمنا اكتر عن التفاصيل الخاصه، ازاي بتوفر لها المواد التعليميه انها تروح الاوبرا او تروح معهد الموسيقى العربيه، وازاي ايريني كانت بتستجيب بسرعه لده. هو بصراحه ايريني كان اول ما دخلت سنه اولى ابتدائي رحت معهد الموسيقى دخلها، قالت لي لا، رفضت في الاول. هي بتحب الموسيقى وبتحب الغنى، وكانت لسه ما تعرفتش بقى ان على العزف. فانا سامع طالما الودن موسيقيه هتجيب عزف كويس. هي اللي اختارت الكمان، هي اللي حبت انها تتعلم تعزف. لا هي الاول دخلت كونتر باس. كونتر باس عمل لها يعني عشان هو حجمه كبير شويه، عمل لها ايه مشاكل شويه او تضايقها شويه. فقمنا غيرنا على الكمان. يعني قعد سنه كونتر باس. هي رقيقه زي الكمان كده. اسمه كونتر باس صح ولا لا؟ هو كان تشيلو يعني. تشيلو اسف، تشيلو. كان شبه الكونتر باس شويه. فهو كان عزف السنه تشيلو، اتدربت عليه، بعد كده حولنا كمان، فلقيتها ماشيه في الكمان كويس قوي الحمد لله يعني. وتفوقت في الكمان، هو دليل الجائزه اللي خدتها ما شاء الله يعني. هي مش واخده جايزه واحده، هي واخده جوائز كتير ما شاء الله. انا بتكلم على الجائزه الاخيره بتاعت المواهب الذهبيه على مستوى الجمهوريه، تاخد مركز ثاني، دي في ناس كبار في السن خالص. قلت لها في 2000 مشارك، يعني في 2000 حوالي 2000 مشارك، 2000 حد كانوا بنفسه. ايريني هي خدت المركز الثاني على مستوى الجمهوريه، فربنا كرم خالص يعني. فما شاء الله يعني، فالحمد لله ان احنا تعبنا شويه صغيرين ولقينا ثمره كبيره. طيب احنا احنا شايفين الشهادات موجوده معانا اهي على الهوا، شهاداتك المختلفه ايريني ما شاء الله. يعني مش عارفه بقى احنا نلحق نعرض كلهم ولا لا، عشان احنا قعدنا نصور كتير قوي في الشهادات ما شاء الله من كتر يعني الجوائز. ده الجزء المختصر يعني، اختصرت الشهادات يعني، جبت بتاعه المواهب الذهبيه دي، وجبت الموسيقى العربيه بتاعه السنه اللي فاتت بتوع سياده الوزيره اللي سلمتهم لها بنفسها، وفي واحده من وزير الماليه برضو سلمها لها. فيعني ما شاء الله يعني، احنا فخورين بحضرتك وفخورين بيها جدا، احنا فخورين بيكي قوي يا ايرين بجد يعني. يعني حاجه كده بجد تشرف. عايزك بقى تكلمينا اكتر عن علاقتك بالكمان، يعني دايما الموسيقي او الفنان، وانت طبعا فنانه قد الدنيا، بيبقى ليه علاقه خاصه مع الاله الموسيقيه اللي بيلعب بيها. كلميني ايه اللي بتحبيه في الكمان، ايه اللي نفسك تعمليه اكتر وتقدميه اكتر في المزيكا؟ يعني انا نفسي اعزف، يعني نفسي اعزف حاجه كده تكون يعني حلوه، يعني احلى يعني. انا نفسي اتطور طبعا، اي حد بيعمل حاجه بيبقى لازم نفسه يتطور وكده. فانا يعني لما مثلا ببقى متضايقه ببقى بقعد كده مع نفسي وبقفل الباب وبعزف يعني، فالكمانجه هي اللي بتخليني بتفتح مودي شويه. جميل، يا سلام، ده كلام عميق خالص يعني. ممكن تفتح المود بتاعنا كده ونسمع حاجه حلوه كمان؟ راس السنة أنا هعزف حاجة بمناسبة الكريسماس اسمها بي ويش مي ميري كريسماس. خلاص. مش هنختم الفقرة خلاص، إيريني لمعي هي اللي ختمت الفقرة وهي اللي عملت لنا الختام بتاع فقرتنا النهاردة بالمزيكا الرائعة اللي انت عملتيها. شكرا يا إيريني، أنا انبسطت جدا وانت غيرتيني أنا كمان مودي أحسن وأحسن بعزفك الحلو، نورتيني، وكل سنة وانت طيبة. كل سنة طيبة إيريني، كل سنة وحضرتك طيبة. أستاذ أشرف، أحلى بداية السنة دي مع إيريني لمعي، فنانه ان شاء الله هيبقى ليها مستقبل كبير جدا في عالم المزيكا والغنى. نورتينا وشرفتينا ايرين.
مبسوطين بيكي قوي. شكرا. احنا اتشرفنا.